السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. معك أحمد إبراهيم سالم من الغربية. أحمد ابن إبراهيم. إبراهيم سالم. ابن إبراهيم يا أحمد ابن إبراهيم. إبراهيم سالم. أيوه. أحمد ابن إبراهيم ابن سالم. أنت زعلان من أبيك ولا إيه؟ كفيف إن شاء الله. تفضل. عندي سؤال بس كده يا شيخ مصطفى، كنت حابب ان انا اعرفه يعني. اتفضل. دلوقتي انا يعني معيش تعليم اولا، بس من الناس حافظ القران الكريم الحمد لله. فكنت يعني متعرف على واحده من عن طريق جروب للجواز وهي كفيفه، فالموضوع اللي في اختلاف مع والدي فيه، بس انا صليت الصلاه استخاره مره واثنين وثلاثه ومرتاح للشخص ده، او احنا مرتاحين لبعض. يعني انت كفيف وهي كفيفه. اه. طيب من سيقوم بامركما؟ هي بتعمل كل حاجه يا مولانا. يعني كفيفه وتطبخ؟ كل حاجه. غريب والله. كل حاجه يا مولانا. طب انت كنت شفتها يعني تعمل كل حاجه؟ سالت عليها يا مولانا وقالوا لي هي اللي شايله والدتها، يعني هي اللي عايشه مع والدتها وهي اللي شايله والدتها. ابوك رافض يعني ولا ايه؟ رافض بسبب اللي هي مين هيخدمنا قدام، بس فهو طيب الموضوع يعني كلامه في محله. يعني انت لما تتزوج واحده مبصره وهي تتزوج واحد مبصر، يعني يكون في يعني ان شاء الله يعني يكون في من يساعد الاخر، لكن بهذه الطريقة والدك له وجهة نظر طيبة. بس احنا اترفضنا من ناس كتيرة يا مولانا والله، يعني الموضوع اللي احنا اترفضنا من ناس كتيرة وناس قرايبنا. فانا شفت واحد زميلي كان برضه في نفس الحالة كده، واتقال له في وشه وانا اهبل هجوز واحد لبنت الواحد كفيف. هي المسألة بس لو احنا من نوع الناس يعني لو اتقال لنا كلمة بنحط في نفسنا ونزعل قوي كمكفوفين بالذات يعني. والله هذا ابتلاء، وإن صبرت واحتسبت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من عليه أفضل الصلاة والسلام، قال الله تعالى من ابتليته بحبيبتيه فصبر الحمد لله عوضته خيرا منهما الجنة. طبعا والله احنا صابرين، بس هي على كل حال يعني حاول تقنع والدك. فحبيت أسأل أنا أخذ رأيك يعني في قلنا يعني حاول تقنع والدك الاستشارة بس يعني. لا حاول تقنع والدك، وإذا والدك الله يبارك فيك وفيه يا رب سهل لكم. والدي من محبينك جدا خلي بالك، يعني احنا من الناس اللي احنا بنحب نسمع لك وبنحب ناخد رايك في اي فتوى يعني. الحمد الله يبارك فيكم، احبكم الله الذي احببتونا فيه. فاقنعه، حاول تقنعه، واذا كان موسرا يعني لو اتى لكم بمن يخدمكم من الصالحين يكون فيه خير. طب هو الموضوع فيه هرمونيه ولا حاجه؟ لا ما فيش هرمونيه. لا لا والدي وافق. والدي بيقول لي وانا مش هرميك في النار او انا مش هرميك في التهلكه ويبقى حرام عليا. لا والدك الله يحفظك، والدك الله يحفظك ويحفظه، حريص عليك. وحريص على الاخت الاخرى ايضا. طبعا. الله يبارك فيك، لن تضيع ان شاء الله وهي لن تضيع ان شاء الله. اسمع كلام والدك. شكرا.